السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا الخوت ديك الصبيغه اللي شط ليا، ما نكذبوش على الله الخوت، راه حنا صايمين كيف قلنا اليوم. ها انتم الخوت اليوم الحد ديمونش 23 السبعة العشيه هذه 7:28 السبعة ونص اليوم، راه ما كاين حتى لعبه، ما جات حتى حمامه اليوم. حميمات راه كلاو دوشو اكي بنيتي، حنا قلنا هاد الكولوار شنا مكرفص وبقى لينا واحد شويه ديال الصبيغه هنايا، ان شاء الله غنتوكلوا على الله. اجي لهنا غنتوكلوا على الله ان شاء الله وغادي نصبغوا باش غطي يصبح الكولوار تبارك الله يصبح هو هذا. نضربوا عليه بهاد الصبيغه باش غطي ان شاء الله يصبح هو هذا. الحمد لله والشكر لله. يلاه الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وكيف كنقول ديما عيدكم مبارك سعيد، نتمنى يدوزوا مازال اعياد اخرى باذن الله وبطول العمر وبالصحه والهنا، واللي عنده شي غرض الله يقضيه ليه يا ربي امين. بابا الميكرو. نعم ميكرو. لا ميكرو ماشي مشكل، ديما حنا كاع ما كانش ميكرو هلا قدام الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت، بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، ما كاين ميشوش، والله يحفظكم وينشيكم الاخوان كاملين. الحمد لله والشكر لله الخوت، طلعنا اليوم لقينا هذيك الأونتا، عقلتوا عليه اللي فيها الباك فيها طرطاقه اورانج فوق الباك ديالها، طرطاقه اورانج فوق الباك ديالها، هي جات الحمد لله الحمد لله. دابا هذه الحمامه باقيين 11 الحمامه اللي بقاو الخوت في هذا المطلق، كيف لاحظتوا هنايا راه صبغنا الكولوار، ها هي الحميمه يلا طلعت دابا، هي هذه الحميمه الخوت، انا عاد غادي نكونستاطيها كيف كتلاحظوا، شوفوا الرجل ديالها فيها طرطاقه فوق الباك، هذه راه كنت محبسها شي مطيلقات، ما كانتش لعابه، راه كانت مضروبه في جنحها، كانت مقصحه في جنحها وما صيفتهاش وخليتها مع شي جوج مطيلقات ما لعباتش، وعاد هزينا ديريكتومون لهاد 550 ولله الحمد. كيف كتلاحظوا هنايا راه ضربنا هنايا هاد الكولوار، ها البزيقات ديالها ديال هاد الصبحيه. حنا غادي نشوفوا الكونستاتور، راه خدمنا الكونستاتور الخوت، ها نتوما كيف كتلاحظوا 47 على 59 وهذه هي كملت 48، حنا غنكونستاطيوها دابا ان شاء الله. جي حبيبه مهلوكه الخوت، الله العظيم الا مهلوكه، سمعوا سمعوا الخوت سمعوا سمعوا، هاي الكونستاتات هي هذه الحميمه، غادي نعطيوها ضروري نعطيوها تقصي نخليوها هنايا نخليوها تماك، لقاو 48 الاخوان، ها هي 48 على 59 يعني بقات 11 الحمامه اللي بقات، ان شاء الله ديك ال 11 بقات تجي حبه بحبه. شوشو كي هابطه، غنعطيها ضروري تاكل هنايا، هي اللي دشناتها الخوت هاد الصبيغه، غادي نعطيوها تاكل ماكله سبور، ما غاديش نعطيها الخوت شي ماكله من غير سبور باذن الله ان شاء الله، والله المستعان. اجي انت لهنا، عندي هادشي هذا، عندي الروينه هنايا، عندي هادشي مروانه الخوت، نجبدوا لي واحد الكميشه ديال السبور ان شاء الله، ما عنديش فين نحطها هو السبور، كاينه هاد الماكله، نجبدوا ليها الكميشه ديال السبور حتى السبور قريب يسالي اليوم ان شاء الله الخوت. ها هي جبدنا الكميشه كيف قلنا الخوت، راه اليوم ها هي الكميشه ديال السبور، خليكم معنا الخوت الله يرضى. انا الخوت كيف كتلاحظوا الكميشه ديال السبور، نعطيوها تاجي دخل 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 دخل، شوف مسكينه كي مبوصه، دخل 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 دخل، دور ضربي 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 حميمات الاخرين تما باغيين يخرجوا ياكلوا، هي كضرب شوت، هي كضرب الخوت ولله الحمد، راه تسارات عندي هنا في الكولوار، انتوما البزيقات ديالها الخوت شتي راه فايته واكله، هادي راه واكله شي حاجه، هادي راه رعات في الخلا، كيف كتلاحظوا هي كتاكل ولله الحمد، الحمد لله بعدا منين رجعات وكانت عزيزه عليا هاد الحميمه، مكضيعش هادي وما كانتش كتعطل، ما عدا النهار اللي جات مضروبه من جنحها، كيف لاحظتوا واحد المطلق على الخوت راه جات مقصحه من جنحها وكانت كطير عوجه، راه كانت اول حمامه كانت خرجات ليا واحد المره كانت طالقه الحمام طاير هنايا، مشى جيت الحين بيعات وهي جات من السما جات هبطت دخلات، فاش قلبتها لقيتها مسكينه مقصحه بجنحها، الجنح ديالها عوج، هذا ما كان، وحبسناها تقريبا شي جوج مطيلقات على ما كنظن والله اعلم، او لا مطلق واحد، بعدا هزينا لهاد 550 تعطلات الحمد لله، جات واخا الخوت واحد القضيه، الحمام
حيت شحال من واحد غالط كيقول لك الحمامه الا تعطلات كندبح امها، ولا مثلا بحال هكاك هذاك خطا كبير، فهمتيني؟ كيف كيقول لك الغايب حججتو معاه، راه يمكن لك انت يعطيوك شي خدمه يقولوا لك هكا قوم بها وما تقدرش تقوم بها، والله اعلم. يعني ديما اعذر خوك المسلم ولا الحميمه مسكينه اعذرها. وهذه ان شاء الله هذه راه ما غاداش تلعب المطلق الجاي ديال الكلمين، ما غاداش تلعبوا لان ما بقاش الوقت فاش تريكيبيري، ما كنظنش ما بقاش الوقت فين غتريكيبيري. وان شاء الله نتمنوا من الحميمات الاخرين يجيو، يا ربي يا ربي يجيو الحميمات الاخرين، نتمنوا منهم انهم يجيو. بالنسبه للصبيغه الخوت كيف كتلاحظوا راه البارح جبت صيقت سطيح كامل، صيقته حكيته فركته مزيان داك البوزيقات اللي فيه، وضربنا داك الصبيغه اللي بقات لينا كيف كتلاحظوا هنا الكولوار ها هو ضربناه، هو هذا. وهنا سطيح هنايا راه ضربناه، انت رجلي راه كتلصق. اللي ما الخوت اللي ما كملناش هو هنا البليصه هذه ما ضربناهاش، وهنايا ما ضربناهاش، هو باقي البيوضيه هنا ما ضربناش. ما كفاتنيش الصباغه، الصباغه سالات كيف كتلاحظوا ها انتم سطيح. هنايا اللي ما كملناش هنا راه غير ضحكنا عليه شويه، البليات البارتي هذه غير ضحكنا عليها، زدنا فيها شويه ديال الماء، ما كفاتناش الصباغه. ولله واحد الدره الحمراء هي ما نضيعهاش، هذه راه طاحت ليا نعطيوها للحميمه. انا الخوت كيف كتلاحظوا الحمد لله حنا طلعنا باش نوكلوا غير الحمام ديال البروديكسيون، الله العظيم الا هادشي اللي طلعت باش غير نوكلوا. وتا التليفون راه ما طلعتوش معايا الخوت، الهاتف راه ما طلعتوش معايا، ولله الحمد طلعنا كنلقاو هاد الحميمه جات. نتمنوا الخير في الحميمات اللي باقين، حتى هما يجيو، باقين 11 حمامه تكون مازال فيهم شي حاجه باقا تالفه ان شاء الله. وكيف قلنا الخوت بالنسبه للمطلق راه داز عندنا قاص، لان الريح كان كيدخل لداخل، جيت فاس ومكناس ودوك النواحي اللي ايه فهمتي المناطق الداخليه، يعني راه الحمام ديالنا راه دخل لينا المناطق الداخليه. هذا ما كان وخير دليل راه التصوير الخوت، وبنيت اتصل بيا واحد الاخ ولد قنيطره كيجي الحمام من اللور، قال لك من جهه سيدي قاسم ديك النواحي، يعني ما كيجيش من جهتنا من جهه الرباط وسلا وهذا. ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله، والله المستعان. ان شاء الله غادي ندوموندي الخوت على ما كيبان لي، غادي ندوموندي على واحد الخنشه ديال الكازاير ان شاء الله من عند الاخ الطيبي اللي في 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 الرحبه ديال سلا الكازاير، يعني بقى عندي غير الشعير وما يمكنليش نبقى نعطيهم غير الشعير الشعير الشعير، ضروري خص الكازاير اللي فيها الذره البيضاء، شويه الذره البيضاء وفيها الذره الحمراء، يعني فيها بعض الحبوب، والله المستعان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وتحيه لكم وشكرا بزاف. انا الخوت هي مشات مسكينه تشرب، ها هي كتشرب، راه حليت الحميمه تما خرجوا راه هي كتشرب، شو ها كتشرب بداك برباطه ديال الجهاز التنفسي والتريكومونوز. الحمامه عطشانه مسكينه، دخلوا وليداتي دخلوا دخلوا عاد نعطيكم تاكلوا، دخلوا 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 على اونتريو اونتريو ندخلوا، مرة باقي ما عطيتهمش ياكلوا دابا ان شاء الله حتى من بعد نعطيهم ياكلوا. اونتريو 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 على اونتريو 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 اونتري باش ما تبزقوش ليا هنا في الكولوار. اونتري اونتري زيد 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 اونتري 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 اونتري. يلا الخوت تحياتي لكم، نمشيو ناكلوا الحليفات ان شاء الله، نهبطوا نصليو الظهر. يلا عندنا الظهر نهبطوا نصليو الظهر، يلا والله يرحم لكم الوالدين. الحمد لله منين جات هاد الحميمه. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنوا تكونوا في احسن الاحوال. اليوم الاخوان نهار 2/24 افريل افريل 2023. اليوم الاخوان فيديو سبيسيال، فيديو عادي كجميع الفيديوهات. راه اليوم جاتنا واحد الحمامه واحده اخرى، اذا دابا بقاو 11 الحمامه كما كتشوفوها، ورا سطيح او ورا مصبوغ كما كتشوفوها الاخوان. وراه بابا كيجيب دابا الماكله من عند مدريس، هايا راه يلا طلع دابا الخنشه الاولى، وراه هو دابا تيطلع في الخناشي الاخرين. وتحياتي لكم كاع الاخوان، راه مطلع دابا واحد الخنشه. كما كتشوفوا الاخوان مع الصوم
اخوانا ومطلع دابا الخنشه الثالثه كما كتشوفوا. ها مرة طلع يد جوج خنشات مع هي الثالثه. الحمد لله الخوت، بعدا ملي جاتني ديك الحميمه وكنت شوف هضرت عليها سبحان الله العظيم. دابا هضر على واحد البدعي دفلي سيوف بويد، عنده سيوف بويد نقط في راسو دفلي، ما كانش كيتعاتق هذاك قدر الله ما شاء فعل، ما عرفناش فين مشى مسكين. ما علينا، الحمد لله والشكر لله. بعدا كيف ما كان الحال من ناحيه التخليطه الخوت، راه مشينا جبنا الكازاير صوبتها على حسابي انا، راه ما جبت الخنيشات ديال الكازاير، هما هذوك تماك جوج ربعه خمسه الخنيشات، غنخلطهم ان شاء الله هنايا باش نصنعوا الكازاير باذن الله. ما نعطيوهم لان نبقى نعطيهم الشعير، الشعير بزاف عليهم، خصهم الذره البيضاء، خصهم شويه الروز البروتينات، خصهم شي حاجه زوينه. من بعد هادشي كله الخوت نطلقوا بعدا الحميمات ان شاء الله يطيروا باذن الله، هما الاولين غنطلقوهم ان شاء الله يطيروا، وعاد غادي نحركوا لهم الماكله ديالهم. يلا خليكم معنا الخوت ان شاء الله، هي ساعه الربح. حنا غادي نخرجوا الحميمات يطيروا بسم الله. ما كرهتش كون تبقى القضيه عندي نقيه هنايا. سير سير، حنا خرجنا الخوت كيف قلنا الحميمات يطيروا. دابا ان شاء الله شنو غادي نديروا؟ غادي نسدوا لهم هنا هاد الكرياج باش ما يدخلوش. درنا الشعير، هذا الشعير هنايا وفيه فيه زريعه الكتان. حنا غادي نوريكم كاع الخليط اللي درنا، زريعه الكتان. نوضي 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 وريها لهم. هيا اخوانا زريعه الكتان، ها انتم هنا شوف، انا راه زريعه الكتان ها هي، وكاين التخليطه ديال الفراخ. لا لا، التخليطه ديال الفراخ درنا 3 كيلو ديال التخليطه ديال الفراخ، ودرنا 3 كيلو ديال زريعه الكتان. ما علينا، حنا معاكم الخوت، ما غاديش نكثروا الذره البيضاء حتى نشوفوا، ولا نديروها كامله الذره البيضاء. 25 كيلو الذره البيضاء، 25 كيلو ديال الذره البيضاء. هنا الكاردي، ها هو هنا الكاردي والروز، 15 كيلو ديال الكاردي و 15 كيلو ديال الروز. ها هو الكاردي والروز. غادي نخلطوا هذا العجيب هذا. يلا خليكم معنا الخوت ان شاء الله. خاصنا الشعير الخطره، باقي الخنيشه اللي ديال الشعير، غنخلطوا هادشي هذا ونشوفوا شنو كاين. يلا اللي خلطنا هي هذه، هذه هي الكازاير اللي خلطنا. دابا غادي نجمعوها في الخنيشات ان شاء الله، ومن بعد غنوكلوا الحميمات. راه باقي ماكله، واش كيلاحظتوا كيهبطوا مساكن حدايا، راه باغين ياكلوا. الحميمات نعطيهم ياكلوا باذن الله. يلا الخوت خليكم معنا، الله يرحم الوالدين. اللهم يهبطوا دابا الخوت ياكلوا هادشي اللي بقى هنا لتحت، ها هما كيهبطوا شي شويه بشويه الحمد لله. هادشي كاع اللي بقى هنا غادي يلقطوه صافي، غادي يشطبوا ليا الدنيا باذن الله ان شاء الله.
هما بداو كيهبطوا والحمد لله. والله الا فرحت الخوت من جاتني ديك النتيوه فرحت والله العظيم تفرحت. هما تيهبطوا واخا اخي فاطمه الزهراء بقاي تماك باش ما يتخلعوش باش ياكلوا هاد الماكله كامله اللي كاينه هنايا. كيف كتلاحظوا الخوت هما كاملين كينقبوا تقريبا ما نقولوش كاملين ان راه باقي الفوق انتم الخوت راه باقي الحمام الفوق. هادوك راه خايفين ماشي هبطوا غادي ان شاء الله هادشي ما غادي يخليو فيه حتى شي حاجه هادشي كله غادي نقيوه ليا هنا بعدا نشوف الخوت شنو غادي نعطيهم بالنسبه للماء ما عرفتش شنو غادي نعطيهم. نقدر ندير لهم واحد الرابيل ديال تريكومونوز نقدر ندير لهم واحد الرابيل الخوت ديال تريكومونوز مع فونجي اللي هو تريكو بليس نعطيهم تريكو بليس مع فونجي اليوم ان شاء الله. بالنسبه للنتاورة ما غاديش نعطيهم في هادو عطيتهم هنا في الارض ماشي اكسبري عطيتهم في الارض هادو راه حطيت لهم في الارض غير باش يكملوا لي هاد الماكلات هادشي اللي كي اللي طايح هنا في الارض ما نضيعش فيه حتى هو لان راه الماكله راه غاليه الخوت الماكله راه غاليه الحمد لله ما بداو كينقبوا ما كيخليو حتى شي حاجه باذن الله والله المستعان. يلا وتحياتي للخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن الخوت بما يكملوا هادشي هذا ان شاء الله بما يكملوا هادشي هذا الخير هذا ان شاء الله غادي نطلقوا النتيوه تيطيروا غادي نعطيهم لداخل ياكلوا لداخل ان شاء الله راه باقي ماكلاوش دابا عا كيلقطوا لينا هادشي هذا الخير ان شاء الله ونتمنوا الخير وادعوا معنا في المطلقه الخوت ان شاء الله المطلق الجاي ديال قلميم ناحيه قلميم ونتمنى من الاتحاد السلوي انهم ياجلوش لينا المطلق لانهم راه كانوا اجلوا لينا نهار السبت قال لك السبت سيدي مطلق كاريتي على ما قالوا مع العلم ان رباط السلام جمعيه نادي رباط السلام لعبوا نهار السبت والمطلق داز عندهم ناجح 100% الخوت طلقوا قلميم مع 6 وكداو 30 دقيقه 6 الصباح ما يطلقات قلميم ودخلوها مع 3 وشي حاجه دخلوها مع 3 وشي حاجه يعني راه المطلق في حد ذاته راه كان ناجح واخا قالوا بعدين راه الله يهدي الاتحاد السلوي ويبداو يطلقوا لنا في الوقت هادشي اللي تنقول انا الله يهديهم ويبداو يطلقوا لنا في الوقت كان المطلق السبت يطلقوا السبت كيف ما بغى يكون يطلقوا السبت هذا ما كان. يلا وتحياتي للخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن هنا دابا الخوت ان شاء الله بسم الله الحمام تبارك الله راه جيعان الخوت كيف كتلاحظوا الحمام راه جيعان وكيف قلنا راه غادي نعطيهم الخوت اليوم تريكو بليس اليوم اثنين باش غدا نعطيهم الاونتروباك والسيدوكول ها الحميمات غادي ياكلوا باذن الله. دخل 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 واش باقا شي حمام على برا ولا الله اعلم الغبره ياك بنيتي سمحي لينا اسمحي لي بزاف ها الحميمات دابا كياكلوا نخلطوا لهم الخوت دابا تريكو بليس مع فونجي ان شاء الله خليكم معنا الله يحفظكم. هذه راه زوينه ديال تريكو مونوز هذه اخطر حاجه هي هذه غندير لهم تريكو بليس نخلطها مع فونجي ديال شامبينيون وغدا ان شاء الله غادي نعطيهم الجهاز التنفسي ندير لهم نهار نهار فقط لان ديجا درت لهم هذاك بحال كنقول رابيل هنا معلقه في جوج يترو حنا غنديروا معلقه قل شي حاجه هي هذه معلقه قل شي حاجه نجي بنتي هنا درنا دابا تريكو بليس هي هادي وغادي نديرو الخوت فونجي هذا ديال شامبينيو هذا الشامبينيو الله يجعل البركة راكم عارفون الشامبينيو اللي كيكون داخل صافي غادي نزيدو مويه ونعطيو الحميمات يشربو ان شاء الله وغدا غادي نديرو لهم الخوت غدا ان شاء الله غندير لهم الجهاز التنفسي اورني سبيسيال باذن الله
الله عاوتاني ان شاء الله نخرجوا الخوت نتيوات ما عدا الانثى اللي عاد جات نتوى اللي جات اليوم اللي ما غاداش تخرج هذيك غنشدها بيدي ان شاء الله ما غاديش نخليها تخرج لان كيف كتعرفوا غادا تكون مسكينه مهلوكه فينا هي الخوت بسم الله على بركه الله شوف الحمام ساكن فيهم الجوع مشاو تياكلوا ديك الشياطه اللي شاطت الذكوره خرجوا خرجوا طيروا يلا صوتي 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 خرجي ها انت يا ما بقيت مردي فيا بداو يلعبوا في كاش كاش الزغلول توا نخرجوه الخوت الشنابير هو هذا الشنابير كيف لاحظت هو خرجناه باش يدخل حتى هو من الفوق بالنسبه للنتوى الخوت اللي جات هي هذه ها انتما شوفوا الصحه ديالها نسدوا الباب الشنبور خصو يطلع من الفوق كيف كتلاحظوا النتوى هي هذه الخوت هذه النتوى اللي عاد جات اليوم هذه النتوى اللي عاد جات اليوم الباك مانيتيك راه كونستاطينا ها الطرطقه اللي درت ليها فوق الباك الخوت حيت هادي كانت مقصحة بجناحها والآثار باش تعرفوا بأنها ما كانش مشدودة الخوت هانا الخوت ها الآثار باش تعرفوا ما كانش مشدودة ها انتوما شوف شوفوا الديل ديالها حشاكم كتكون طايرة وكتبزق على الدير ديالها البزوقية هي شتوها هادو هما العلامات اللي كيبينوا بأن الحمامة ما كانتش مسدودة وضعيفة وكانت في البلاصة اللي كانت فيها كانت مغبرة البلاصة كانت فيها الغبرة وضعيفة مسكينة دابا هادي غنطلق الجي ديال قلمي ما غنصيفطهاش وتقدر كاع تحبس الله اعلم الا ما رجعت صحتها تحبس يلا الخوت الله يرحم الوالدين بما نعطيو دابا النتيوات ان شاء الله الذكور ان شاء الله يشربوا غنعطيهم ان شاء الله يشربوا الخوت والله يرحم لكم الوالدين نتيوات الخوت هما بداو كيهبطوا ان شاء الله حنا دابا نقدموا لهم الماكله ديالهم ما هبطوا دخلوا بقاو شي اربعه اجي بنيتي اجي باش يهبطوا الاخرين اجي لعندي كيف قلنا الخطره باقي ما عطيناهمش ياكلوا بقاو شي ربعه الحمامات حتى يهبطوا باش ياكلوا كاملين دقه واحده ها ماما باقيين خمسه ها ماما هم باقيين خمسه الحمامات الخوت ان شاء الله نتسناهم تيهبطوا باش نعطيو الحمام ياكل دقه واحده ان شاء الله الله دابا كيف قلنا الخوت نعطيهم الاكل ديالهم الحميمات راهم هبطوا كاملين شي القضيه ولات كتقلاله الخوت بقات 31 حمامه من ناحيه النتيوات الخوت بقات 31 نتوى هي اللي كاينه وشو تبارك الله بشحال بدينا بالعداد كيف قلنا بدينا الخوت بالعداد بقات 31 حمامه واحد 27 بالنسبه للنتاوي بقاو 27 والذكوره بقات 31 هادشي اللي عطا الله في السوق ونتمناو الخير لا راه تزادت وحده اليوم 28 حمامه كيف قلنا 28 نتوى هي اللي كاينه الخوت والله المستعان يلا الخوت نخليكم يلا نساعد باش نمشي اليوم راه ثاني ايام شوال باذن الله اليوم صايمين الله يقبل لينا والله يقبل لكم كاع الناس اللي صايمه الله يقبل ليها ان شاء الله اليوم ثاني ايام شوال ان شاء الله 6 ايام كنشدها كرجا الخوت نهار السبت ان شاء الله عندي العيد باذن الله نهار السبت ونتمنوا الخير هذا ما كان يلا الخوت تحياتي لكم وبالنسبه للنتاوي تا هما غادي نعطيهم تريكو مونوز داك تريكو بلس وفونجي هو اللي غادي نعطيهم ان شاء الله هما اللي غادي يضربوا وغدا غادي نحاول نعطيهم غدا اورني سبيسيال غدا غادي نعطيهم اورني سبيسيال ومن بعد غادي نعطيهم الاونتروباك والسيدوكول ونبقى غادي معاهم شويه شويه حتى يجي المطلق ديال الكلميم ونتوكلوا على الله يلا تحياتي لكم وتحيه الخوت والحباب هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت الله يرحم لكم قلنا تحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن كاع الناس اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله وتحيه الخوت كاع الحباب جهاد وصابرينا وخويا وحيد من لندن وخويا سفيان من لندن والاخ سمير والاخ البشير وخويا مرزوق عبد الرحمن من الدار البيضاء وخويا عمر من الدار البيضاء وخويا عبد الرحمن من تماره
كاع الخوت اللي كيبغيونا في ارض الوطن. وخويا صلاح من 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 هولندا، حفظتيها بنتي من هولندا. وكاين واحد ديديكاس الخوت، وتحيه للاخ بلال من سيدي قاسم، وتحيه للناس ديال سيدي قاسم والغرب جا كاملين، سيدي سليمان وايبو درار، ما نساوش ايبو درار من سيدي سليمان، كاع الناس اللي كيبغونا الله يرحم لهم الوالدين. يلا الخوت نخليكم في رعايه الله، والفيديو ديال اليوم باذن الله دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله باذن الله انا معكم حتى المطلق ديال القلمين باذن الله، خليكم معنا لا تقطيعوا ولا تستقيعوا، غدا انا معكم باذن الله، وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.